ننتظر نتيجة هذه المباراة وننتظر ربما الهدف الأول للعنابي. جول للعنابي أكرم عفيف يسجل الهدف الأول. تعظيم سلام للجميع، أكرم عفيف يسجل هنا الهدف الأول لمصلحة العنابي، هدف مبكر للعنابي. لاحظ الكرة المتبادلة ما بين لاعبي منتخب، حلوة حلوة حلوة، طلب الكرة جميل، التقدم جميل، الاستلام جميل، التسليم جميل، كل شيء حلو في اللقطة السابقة والنهاية السعيدة من أكرم عفيف. كرات متبادلة سلسة جميلة ما بين لاعبي منتخب قطر، يؤدي إلى أن أكرم عفيف يحيي الجميع وتعظيم سلام للجميع، وبالتالي قطر تتقدم على الصين عند الثواني الأولى على أكرم عفيف. لكن في الصين كانت النتيجة 2-0، والمنتخب الصيني الآن يحقق هدف التعادل. زهاوزهي يحقق هدف التعادل لمصلحة المنتخب الصيني بعد سلسلة من الفرص الحقيقة والهجمات لمنتخب قطر. تأتي الآن محاولة المنتخب الصيني وتصل في الجهة اليسرى، وبعد ذلك الكرة اللي تحول أمام زهاوزهي اللي حولها في مرمى منتخب قطر، وبذلك المنتخب الصيني يسجل هدف التعادل الشوط الأول. وأيضا في الشوط الثاني فرص حقيقية للتسجيل، يعني أكثر من هدف في المباراة ككل. تظل نتيجة المباراة بكرات سلسة خطرة. لاحظ، شوف صناعة الهدف من أين أتت، صناعة هدف المنتخب الصيني من أين أتت، من مدافع. يعني في مباراة سوريا فيها هفوات، هني الهدف الثاني من العمق، الهدف الأول من العمق. لاحظ الكرة، يعني ما في تصرف لاعب منتخب، مدافع منتخب قطر اعتقد عبد الكريم العلي، ما يجب تقطع الكرة بهذا الشكل. شوف 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 شوف، يعني النقلات كانت متبادلة.